أعزائي المشاهدين، أرحب بكم مجددا في المجلة اليهودية. لقاءنا اليوم سوف يكون بخصوص التسميات التي تطلق على اليهود في القرآن. كلنا يعرف المكانة التي يحتلها اليهود في القرآن، بين المديح وبين الذم، بين أخذ قصص كثيرة منهم ومن تشريعاتهم، وبين النقد الشديد لهم. حلقة اليوم سوف تذهب إلى الخطوة الأولى في فهم علاقة القرآن باليهود. ما هي التسميات أو الأسماء التي يطلقها القرآن على اليهودي؟ في الواقع القرآن يستخدم ثلاثة مصطلحات للإشارة إلى اليهود. فهو يستخدم اليهود وهو الاسم المتعارف اليوم بيننا، والمصطلح الثاني هو بني إسرائيل وأهل الكتاب. مصطلح الذين هادوا هو يوازي أيضا لدينا مصطلح رابع، ولكن هو يشابه المصطلح اليهود. اليهود الذين هادوا يمكن اعتبارهما مصطلحا واحدا، وبني إسرائيل وأهل الكتاب. نحن في ثقافتنا العامة نستخدم دائما وفي الكتابات اسم اليهود، ولكن القرآن يبدو أنه كان مدركاً أكثر لتعدد التسميات، فنجد يستخدم ثلاثة مصطلحات، وربما حتى يمكن اعتباره مجازاً أربع مصطلحات. المصطلح الأول بني إسرائيل. عندما يستخدم القرآن مصطلح بني إسرائيل فهو يتحدث عن تفاصيل قديمة. هو عندما يقول بني إسرائيل يستخدم هذا المصطلح في جملة أشكال. الشكل الأول يقول بني إسرائيل عندما يتحدث عن تاريخ بني إسرائيل في الماضي، في فترة عصر الآباء، فترة إبراهيم ويعقوب وغيرهما، فيتحدث عن هذا العصر بشكل عام، ويقول أحيانا بشكل إيجابي، يتحدث أن الله فضلهم على العالمين. فإذا استخدامه لمصطلح بني إسرائيل عندما يسر تاريخ اليهود في الماضي، وهذا الشكل الأول، ويستخدم أحيانا قلنا أن الصفات إيجابية بحق بني إسرائيل. عندما يقول اخترناهم على علم على العالمين، فالله يقول دائما في الكتاب في القرآن أن الله حررهم من العبودية وأخرجهم من مصر إلى الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، في المائدة 21. بعض الأحيان قلنا أن الاتجاه الأول في كلمة بني إسرائيل عند الحديث عن التاريخ بني إسرائيل في الماضي هو فيه صفة مدحية، ولكن يستخدم أحيانا القرآن كلمة بني إسرائيل بشكل يعتمد الذم بصفة غير محابية. هو يقول يتهم الإسرائيليين بأنهم نسوا الفضل الله عليهم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم. في مكان آخر يأتي الوصف قدحي جدا، فهو يتهمهم بعبادة العجل الذهبي. الطريف في الموضوع أن الإسرائيليون نفسهم هم يعني يعترفون بهذه الخطايا، يعترفون بوجود هذه الخطايا، خطية عبادة العجل الذهبي وغيرها من الخطايا، ولكن الكتاب المقدس لا يقول أن هذه الخطايا جعلت العلاقة بين الله وشعبه علاقة منتهية. الله وبخهم، عاقبهم، حل بهم العقاب، ولكن القرآن عندما أخذ هذه المعلومة عاد توظيفها لصالح أن الله أنهى العلاقة معهم لصالح الدين الجديد هو الإسلام، واتهموا بأنهم نقضوا الميثاق مع الله. هو اتهم بشكل كامل، فبما نقض ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا القرآن يتهم، إذا يستخدم مصطلح بني إسرائيل بطريقة اتهامية، مرة يستخدمها بطريقة تاريخية إيجابية ومرة يستخدمها بطريقة اتهامية. كما يستعمل القرآن المصطلح بني إسرائيل بشكل بصيغة
رابعة بمعنى رابع. قلنا أنه استخدمها أول مرة بشكل إيجابي عند الحديث عن تاريخ هذا الشاب في الماضي، استخدمها بطريقة نقدية عندما تحدث عن خطايا الشاب ولكن يريد أن يوظف هذا الخطايا التي حدثت لأجل الإساءة لتاريخ هذا الشاب من خلال قول أن انفكت علاقة بينهم وبين الله. الأمر الآخر، يستخدم بني إسرائيل في الحديث عن معاصري محمد، هو يتحدث عن معاصري محمد أحيانا ويستخدم كلمة بني إسرائيل، يتحدث عنهم ويقول بأنهم عليهم أن يؤمنوا في البقرة 2، أن يقبلوا الإيمان بمحمد وأن لا يلبسوا الحق بالباطل. إذن هذا المصطلح متعدد الألوان بالنسبة للقرآن، عندما نقرأ بني إسرائيل قد تكون مدحا وقد تكون ذما. الطريف في الموضوع أن القرآن لما بينتقل إلى المصطلح الثاني نجده مأخذ منحى مختلف. المصطلح الثاني هو اليهود. اليهود وهو يستخدم مصطلحان، يقول اليهود والذين هادوا، أي الذين صاروا يهودا أو مارسوا يهوديا، ربما لهذا السبب، لأن القرآن يتحدث عن الذين هادوا أي الذين أصبحوا يهودا. جملة من الباحثين يقولون بأن يوجد يهودية في الجزيرة العربية قبل الإسلام، لوجود قبائل عربية انتقلت من دينها القديم أو الوثني إلى اليهودية. فإذا نحن لا نعرف إذا كان يقصد القرآن الذين هادوا هم اليهود، ولكن الواثقين هم اليهود يعني من مكان معين، ولكن الواثقين من قبيلة مثل حمير كانت وثنية ثم انتقلت إلى اليهودية. إذا توجد تجمعات كانت قبل الإسلام من الوثنية إلى اليهودية. فالقرآن يخاطب هذه الجماعة اليهود والذين هادوا، اعتبرهم جماعة واحدة ولكن في معرض الذم. هو لا يستخدمها أبدا في معرض المدح، هو يستخدمها في معرض الذم. يقول دائما أن هؤلاء الناس قاموا بتحريف التوراة، يتحدث عن أناس يعيشون حول محمد في عصر محمد. إذن عندما يتحدث عن الجماعة التي كانت حول محمد تعيش في عصر محمد، هؤلاء كانوا يسميهم يهود والذين هادوا. وفي القرآن اليهود والذين هادوا دائما تأتي بصفة قطحية، اتهمهم بتحريف التوراة واتهمهم بأنهم اتخذوا ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فإذا في سورة التوبة، إذا هو وجه اتهامات جزافا بأنهم ناس يعني اتخذوا شخصا إلها. فالقرآن إذا، وربما لهذا السبب نحن نجد اليوم في معجمنا كلمة يهودي تطلق بشكل سلبي جدا، رغم أن التسمية الحقيقية لكلمة يهودي هي لم تأتي بشكل سلبي، هي جاءت وصفا لليهود من خلال صبت يهوذا، بمعنى هي ليست سلبية ولا إيجابية، ولكن هي التسمية قائمة على صفة أبوية جاءت للشعب، لهذا الشعب. وبيكمل مع القرآن يتهموا في سورة المائدة أن يتحدث أن الله لا يهدي القوم الظالمين، يتهم القوم الظالمين. المصطلح الثالث والأخير هو مصطلح يشمل اليهود ويشمل المسيحيين، هو مصطلح أهل الكتاب. كل شخص لديه كتاب مقدس من وجهة نظر القرآن هو يسمى أهل الكتاب، والكتاب يقصد به الكتاب التوراة. ولكن الطريف أن القرآن عندما يتحدث عن أهل الكتاب هو متناقض، مرة بشكل إيجابي ومرة بشكل سلبي. مثلا هو يتحدث عن أهل الكتاب بشكل جدا سلبي في آل عمران، فمثلا يقول ضربت عليهم الذلة أنما ثقفوا إلا بحبل من الله. فإذا هو عندما يتحدث القرآن عن أهل الكتاب هو يستخدم مصطلحان يعني دلالتان مختلفتان. مرة يتحدث عن أمة، الآية 113، ليس من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مرة يتحدث بشكل إيجابي جدا ومرة يتحدث بشكل سلبي. السؤال اللي ممكن يطرحه المشاهد، لماذا يتحدث القرآن عن أهل الكتاب بشكل إيجابي وبشكل سلبي؟ لماذا يتحدث عن بني إسرائيل مرة بشكل إيجابي ومرة بشكل سلبي؟ ممكن لو نحن نطرح هذا السؤال على بعضنا
نجد إجابة ما أن القرآن كان أيضا يحمل رؤى مؤقتة. كيف؟ ربما في مرحلة ما معينة، وكلياتنا بنعرف في التفاسير كيف تحكي أني كان عندما أتى إلى المدينة محمد أراد أن يصبح له شركة أو علاقة جيدة مع اليهود، وأراد أن يستميل اليهود للإيمان بدينه ففشل. ربما ما قبل فشله كان يأمل، فربما كان يوجه مديحا، وبعد ذلك انتقل إلى موضوع الذم. فإذا يوجد تخبط حتى موضوع أهل الكتاب بين الإيجابي وبين السلبي، هذا بدل على حالة الانتقالات السياسية التي كان يعيشها. فإذا نحن بنشوف أن القرآن بيقدمنا بشكل عام التسميات أصبحت ذات منحة سلبي جدا في القرآن. أخيرا ممكن ننتقل لآخر نقطة، أن الأمر اللي ما ممكن نعطي حاليا تفسير واضح له، أن في الكتاب المقدس وفي الآداب الأجنبية وفي قديما وفي الآداب القديمة قبل القرآن نجد من تسميات اليهود العبري العبرانيون. القرآن لا يستخدم كلمة عبري وعبرانيون، ولا يوجد وضوح لماذا القرآن لا يستخدم هذا الموضوع. هل هو جهل منه أو ربما كان المجتمع الذي موجود فيه الناس فقط تصف هذه الجماعة ببني إسرائيل واليهود؟ أسئلة، سؤال مطروح، لماذا أغفل القرآن هذه التسمية؟ وفي الختام بذكر المشاهدين بأني فعلا القرآن استخدم ثلاثة مصطلحات بخصوص اليهود: بني إسرائيل، اليهود، وأهل الكتاب. لا نجد مصطلح عبري، ولا يوجد تفسير لماذا يغيب عن القرآن مصطلح عبري. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.